بسم الله الرحمن الرحيم. اعزائنا مشاهدينا ومتابعينا في قناتنا خربشه، جبنا لكم فيديو جديد صيد الخنازير بالسهم. هنشوف وانت مع بعض. طبعا الصيد واخد وضع الاستعداد، واصابه مميته. السهم اخترق الخنزير، طبعا ده خنزير افريقي. شوف السهم عدى من ناحيتين، خلاص كده الخنزير ملوش اي فرصه للهرب. شوف شوف السهم، اصابه مميته. سهم في لوح الكتف، يعني عدى على الرئتين مباشره. في القلب، اصابه في قلب الخنزير. شوف 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 شوف، خلاص شرايين القلب السهم قطعها. شوف الإصابة والسهم اتكسر الخنزير، لاحظ كده. شوف شوف شوف، في اللحظة دي السهم سقط، اتكسر داخل قلب الخنزير. هنا الكودو، الكودو وزنه 220 كيلو. ضربة مميتة. شوف 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 ايه اللي هيحصل. خلاص الحيوان بيفحر في الارض. شوف 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 شوف، بيترنح وسقط بالفعل. اصابة سهم قاتلة. شوف 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 ايه اللي هيحصل. خلاص فضلا وليس امرا، ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك بالقناة، فهذا يدعمنا كثيرا.